سعر السيارة قولا واحدا اللي بيحدده الوكيل. قولا واحدا اللي بيحدده الوكيل. اوكي. ولكن الزيادة اللي بتحصل حاليا زي ما قلنا لقلة المعروض. وبرضه بننبه وفي كل اللقاءات بننبه المستهلك، من فضلك ارجوك البداية من عندك ما تشتريش عربية اكتر من ثمنها، في سعر معلن. في سعر رسمي. يعرفوا فين السعر الرسمي منين؟ في كل مواقع التواصل الاجتماعي موجود اسعار السيارات، وكل اللي يعني مواقع شهيره جدا كنت ابتكار، وهتلاقي خش على النت هتلاقي كل السيارات معلنه. طيب اللي انا بقوله ايه؟ احنا في اقتصاديات سوق حر، يعني العربيه مثلا ثمنها 300,000 جنيه لو التاجر باعها ب 305 ده لا يخالف القانون طالما هو بيصدر فاتوره ضريبيه بهذا الامر، ولكن اللي هي ب 300 في بدايل. يعني في بدايل. اشتري عربيه لون مختلف فاشتريها باغلى، او هي مش موجوده، في بدايل للماركه الواحده، في بدايل للفئه الواحده، في بدايل. في بدايل. ساعدنا وساعد نفسك. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول لا، تجار السيارات والمستهلكين هم واجهين لعمله واحده، هو من صالح التاجر ان تكون العربيه موجوده تكون بسعر جيد عشان المستهلك يقدر يشتري وما ياجلش قرار الشراء. يعني في حاله مثلا ان انا توجهت لمعرض سيارات ولقيته ان هو عارض بسعر مرتفع، المفروض اتصرف ازاي انا كمستهلك؟ بصي، احنا المستهلك المصري شاطر، ما لن تقدمي على شراء سياره الا تكوني عامله دراسه عليها جيده، اللي ديت نوعها وقطع غيارها وصيانتها اخبارها ايه ولا اخره. وما بيكونش حاجه واحده، يعني اي ماركه صدقيني ليها عده بدائل. نقول السيارات الكيا، لو قلنا سياره اكونيميك في نفسها، في الهونداي في نفسها، في الاستروين في نفسها، في بدائل كتيره. ليه انت واقف عند الحته ديت؟ لو انت النهارده تفتكر ليه حد ممكن يشتري عربيه بسعر عالي جدا فوق طاقته وفيها اوبشنز كتير، يمكن 50% من الاوبشنز هو اصلا مش هيستخدمها؟ يعني في حاجات بتبقى اكسسوارز وتغييرها بيبقى غالي جدا، وفي نفس الوقت احنا فعلا هي بتبوظ اصلا من قله استخدامها في العربيه. ثقافات، الثقافه دي عندنا محتاجه توعيه. الثقافه دي عندنا بجد محتاجين ان احنا ننبه المشاهد الكريم ليها. انت خد اللي انت محتاجه. طب نبه بقى ليه بقى؟ لان الناس بتعتبر السياره واجهه اجتماعيه او واجهه تسويقيه لي، يعني انا لما اركب عربيه ماركه معرفش ايه بكام ايه، انا حتى لما بروح اقعد مع ناس او هقدم في شغل او انا بدي لنفسي انا كمان سعر عالي. على فكره هي دي المنتاليتي اللي شغاله طول الوقت. للاسف. عشان بس نكون واضحين ومعروفه. وفي نفس الوقت هو كشخص بينه وبين نفسه كده، او هو ثلاث ارباع الاوبشنز في العربيه دي هو مش محتاجها اصلا ولا هيستخدمها ودافع حقها. اللي بتقولي ده حقيقي 100%. صحيح يعني. ده اللي بتقولي ده حقيقي 100%. يعني. ده موجود عندنا. فخلينا واحنا بنتكلم على بناء الانسان، ودي فرصه كويسه، واحنا بنتكلم على انه القياده السياسيه الدوله المصريه حريصه جدا على رفع وعي المواطن، فاحنا دلوقتي في اشد الحاجه لان احنا بنشتغل على وعينا. الحاله الاقتصاديه مش مستحمله نتيجه جائحه كورونا. حضرتك بتؤكد انه في ارتفاع في اسعار السيارات وسيستمر مع الجائحه الثانيه، لانه كمان الانتاج السيارات قل بنسبه 50%. فخلينا نقول ان احنا في وضع قائم. دي حقيقة. يبقى واحنا بنغير الوعي المفروض الصح افكر ازاي اثناء اختياري لشراء سياره. هو يعني زي ما حضرتك تفضلتي بالظبط، احنا الموضوع محتاج عندنا توعيه قويه، وعندنا لازم الثقافة شوية تتغير. أنا أفتكر كنت في اجتماع من فترة يعني طويلة مع رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج العالمية. مش عايز أقول لحضرتك، هو طلع الموبايل قدام مني، أنا ما كنتش مصدق أن هذا الرجل بهذا الحجم شايل الموبايل ده. يعني موضوع بالنسبة لي كان ملفت جدا، مش مصدق يعني. فبعد الاجتماع ما خلص فسألته، قال لي أنا محتاج من موبايل 1 2 3 4 محددين، مش هغيره طالما 1 2 3 4 موجودين. نفس الكلام، انت في السياره محتاج منها ايه؟ محتاج سياره مكيفه ويكون فيها ازاز كهربائي ويكون فيها باور. دول ثلاث حاجات اساسيه في السياره. محتاج حاجه ثاني؟ حضرتك بتشتري عربيه مثلا النهارده 4000 سي سي، وانت مش محتاج عربيه اكتر من 1500 او 1600 سي سي. ليه؟ احنا عندنا محتاج الفكر يتغير. لكن دي يعني طبعا دي محتاجه يتفرد لها حاجات كتيره قوي يعني. صحيح، وهتاخد وقت طويل طبعا، مفيش كلام.